خلي بال حضراتكم، مشروع المقصد ريزيدنس 214 فدان، وبيضم مجموعة من الفيلات والوحدات السكنية المتميزة اللي بتتسلم كاملة التشطيب لملكها، وكلها بتواجه البرج الأيقوني. هو تابع لشركة سيتي إيدج المطور الوطني للمشروعات القومية في القطاع العقاري، زي أبراج العالمين الجديدة وإتابة بالشيخ زايد وزهية بالمنصورة الجديدة، بخلاف المقصد ريزيدنس. وإحنا جنب البرج الأيقوني أو الأيكونيك تاور، وفي المنطقة دي الخدمات الذكية اللي عمالين نسمعها زي إيه مثلا؟ دينا أمثلة كده. جميع العدادات كهرباء غاز مية متوصلة من خلال الإنترنت، وبترتبط بلوحة ذكية داخل في البدروم، وبيرتبط بالسنترال، وثم مبنى واحد هيدير العاصمة كلها، مبنى السي أو سي، وفي مبنى تاني كمان التريبل سي. طيب العداد ده هاخد القراءة من غير ما في محصل هيجي يخبط على الباب عندك في الشقة ويقول لك القراءة قد إيه. هناخد القراءة ويتم تحصيل الاستهلاك بتاعك من خلال الإنترنت. عندي انتركام اي بي، صوت وصورة مرئي، أبليكيشن على الموبايل، بتقدر في أي مكان في الوحدة السكنية تفتح تشوف مين اللي بيخبط على العمارة فين، وتقدر تفتح له من خلال الموبايل. الخدمات التلفزيون بتقدم من خلال كابلات الإنترنت. طيب خدمات الإنترنت نفسها تقدم من خلال كابلات فايبر أوبتيكال فائق السرعة. بالإضافة أن أنا عندي كمان منظومة ذكية للمرشات، المرشات اللي بترش للزراعة، وحدات زراعة توفير المياه فيها طبعا فيها حساسات، وفيها بالنظام المنظومة الذكية منظومة متكاملة بتعرف استهلاك درجة الحرارة قد ايه، واستهلاك النبات في كل شارع. مثلا في الشوارع نفسها كل خمس أعمدة في عمود سمارت عليه كاميرات مراقبة، عليه شبكة معلومات ذكية بالكامل، مرتبط بمبنى سي او سي برضو يتم ادارته منه، في شاشات للإعلانات والعرض، في كاميرات مراقبة، في كمان حساسات في داخل الكشافات الإضاءة، بحيث بيحس بدرجة المشاة أو المرور في داخل الطريق ده، ينور أول ما يعدي، ينور الإضاءة بكابل بحيث يوفر الإضاءة، سنسور حركة.